قطاعات مختلفة وأمور مختلفة الحقيقة، زي ما كنت بحدث حضراتكم، وبننتقل من قطاع إلى قطاع، من وزارة إلى أخرى. يسعدني أن أستضيف أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ست الوزيرة أهلا بحضرتك. أهلا بيك، صباح الخير. صباح النور. ست الوزيرة، اجتماعات بنقول انها مهمة للغاية لانها تستطيع ان تقدم سواء لمصر او للقارة الافريقية، لكن ايضا مصر شريك واعد، لانه اعددنا خطة مهمة، اعددنا يعني البنية الاساسية التحتية اللي بنتكلم فيها. فكرة بقى الاستثمار ومن مثل هذه جهة ممكن تكون مفيدة فيها. الأول طبعا البنك البنية التحتية الآسيوي البنية التحتية هو أنشئ سنة 2015، ويمكن كانت الفكرة كلها من إنشاء البنك أنه يبقى بديل عن البريتن وودز انستيتيوشنز أو البنك الدولي. مصر من الدول اللي ساهمت فيه منذ البداية، وإحنا كوزارة التعاون الدولي محفظة مصر التنموية مع المؤسسات التمويل الدولية بنبقى بنتفاوض على هذه المشروعات، على التمويلات الميسرة اللي موجودة. يمكن هذا البنك اشتغل معانا على مشروعات قومية وأيضا مشروعات ساهمت في تحفيز القطاع الخاص. فالاي اي بي أو بنك الاستثمار للبنية التحتية الآسيوي اشتغل في بنبان في 2015، ويمكن دي بتعتبر بالنسبة لهم من أهم المساهمات لتحفيز القطاع الخاص في القارة الأفريقية، خصوصا وإحنا بنتكلم عن التحول الأخضر، وجود تمويلات ميسرة لمساندة البلاد وخصوصا القطاع الخاص على أنها تتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة الشمسية. أيضا موجود معانا في النقل المستدام، عندنا مشروعات عديدة مع البنك. يمكن نقطة أخرى، ودي على خلفية قدرتنا على حشد تمويلات من مؤسسات مختلفة، فهذا البنك اشتغل مع البنك الدولي في مشروع وأيضا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ودي يمكن لها خصوصية مع الدولة المصرية لأنه إحنا بنقدر نوفق أكتر من شريك تنمية في مشروع واحد، وده بيعتبر بالنسبة لنا إحنا نقطة قوة، وبالنسبة لهم هم نقطة جذب كبيرة جدا، لأن مشروع كبير ممكن يبقى فيه تمويله من أكتر من شريك. في الفترة الجاية عندنا مشروعات كتيرة جدا معاهم، هم مهتمين بالمنصة الوطنية نوفي، وداخلين معانا في بعض المشروعات في تمويلها في منصة نوفي ليها علاقة بالطاقة وأيضا بالمياه. وأيضا في الفترة الجاية هنجد زي جميع الشركاء وجميع البنوك التمويل الدولية اللي بتدي أو بتمنح تمويلات ميسرة، تركيزهم بيبقى مع القطاع الخاص أيضا. دكتورة رانيا، الاستثمارات ونحن في انتظارها في مختلف القطاعات، لابد أن أتحدث طالما بكلم مع حضرتك، لازم أسألك على هذا، إلى أين وصلنا في مسألة الاستثمار؟ احنا طبعا الجزء اللي منوط به وزارة التعاون الدولي هو توفير تمويلات لمساندة القطاع الخاص، وسواء كان قطاع خاص مصري او قطاع خاص اجنبي. هاخد بس مثال على مشروع زي سكاتك اللي هو موجود في منطقة قناة السويس لانتاج الهيدروجين الاخضر. هذا المشروع ممول من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، في ضمانة من البنك الدولي وأيضا في منح من البنك الدولي، وبالتالي دورنا كتعاون دولي إن احنا بنقدر نساهم في جذب هذه الاستثمارات من خلال تمويلات ميسرة، فبتعتبر مصر لها خصوصية في مثل هذه الأمور. شكرا جزيلا دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.